يعني اولا بصراحه تحفظنا تحفظ كبير على طريقه الاستدعاء. الاخوه في الهيئه التطبيعيه اخوه محترمين، وحسين العنكوشي اليوم هو يعني رئيس هيئه اداريه نادي الديوانيه وايضا عضو هيئه عامه بالاتحاد العراقي لكره القدم. يعني هاي الطريقه على طريق السوشيال ميديا طريقه مو صحيحه. اثنين بقانون لجنه الانضباط تفرض انه تكون المراسلات عن طريق الايميل الرسمي، لا جانا ايميل ولا جانا اتصال هاتفي، شفناها مثل ما شافها الشعب العراقي على السوشيال ميديا. جينا اليوم وكان عندنا تحفظ على طريقه الاستدعاء، وعندي تحفظ على شخوص الاخوه في لجنه الانضباط. دار حديث واسع شرحنا لهم بصراحه، شرحنا لهم الغبن اللي احنا يعني كنا نحسه انه احنا تعرضنا، يعني كان حكم اداءه غير ايجابي اطلاقا، اعترضنا عليه بمنشور على صفحتي الرسميه، طلع متحدث باسم لجنه الحكام قال راح يتعرض الى عقوبه ماليه كبيره. ثم نائب رئيس الهيئه التطبيعيه في برنامج الكاس على قناه الكاس القطريه ظهر وقال راح يتعرض لعقوبه رادعه وماليه. تفاجئنا انه تحققت النبوءه بحديثهم. بالنتيجه اذا يعني شرحت لهم، قلت لهم اذا وجودكم اذا انتم يعني هذا القرار مبيت. ثم اعتراضنا ايضا على العقوبه انه 5 مليون بدون حضورنا بدون ما يستمعونا راسا القرار، وشفناه ايضا على السوشيال ميديا. هذه التصريحات حتى احنا كوسط نشكل عليها، رايك كانت تليق بك حسين العنكوشي؟ لا اني شوف بعض الكلمات اني يعني مثل ما تقولون مو احكيها من فراغ، اني اقصدها. ليش؟ اي ليش اقصدها؟ اني اقصدها لاسباب. انا اذا اسوق نادي، انت عندك خطه خمسيه ولحد الان 4 ادوار 3 مدربين. كان الاداء سيء. قصي منير ليش أبقينا عليه؟ أداء كان إيجابي. مع أمانة بغداد كنا الأفضل ومتسيدين، مع مباراة أربيل كنا الأفضل ومتسيدين. بالنتيجة أنا يهمني الأداء، أنا الأداء من أشوفه محترم. بالعكس أنا أصلا فكرت في أمانة بغداد أكافئ كل الفريق. طيب هذا كان تصريح رئيس نادي الديوانية. سيد عدي اللامي عضو لجنة الانضباط أكد بأنه هذا القرار، قرار 10 مليون، بأنه جاء بعد ما قدم اعتذاره، يعني السيد حسين العنكوشي للجنة الانضباط والهيئة التطبيعية. خلينا نتابع. أستاذ عدي، يعني صار تضارب بالتصريحات يعني حول موضوع استضافة السيد حسين العنكوشي. في البداية كان هنالك يعني مطالبة من اللجنة بالاعتذار. لا، ليست مطالبة، إنما السيد العنكوشي قدم اعتذاره الرسمي أثناء وتواجده في الغرفة، وقال أني نازل للقنوات الإعلامية والفضائيات لأقدم اعتذاري، وسأظهر في أحد القنوات الفضائية في برنامج تلفزيوني مثل ما ظهرت في قنوات سابقة، سأقدم اعتذاري وامتناني للجنة الانضباط. لكن نتفاجئ أن بعد ما استمعنا إلى تسجيلات من الزملاء الإعلاميين بأنه لا يوجد أي اعتذار من قبل السيد العنكوشي، وبالتالي انطبقت عليه أحكام الفقرة الثانية من